بعد ما اتكلمت مع السيد الرئيس ده زاد عندي الحماس للتقدم والتطور والتقدم في العمل. ان شاء الله بدل ما يبقى مصنع واحد هيبقى مصنع واحد واثنين وثلاثة، وده هيخلق فرص عمل للشباب في الصعيد. وانا بشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا كشباب وكصناع، وان شاء الله هنتقدم طول ما سيادته معانا ان شاء الله خير. انا شعوري وانطباعي بعد زيارة الرئيس هنا لمحافظتنا في عون السوهاج، وبعد ما كلمت سيادة الرئيس انا خدت دفعة كبيرة في مجال الصناعة. احنا بنتمنى ان تبقى في مشاريع في سوهاج كل شهر مرة كل سنة عشان نشوف سيادة الرئيس ونكلمه. وانا لما قلت له لما انا عايزك تاخدني في حضنك يا رئيس، ده شعور من ابن لابوه. هو الاب الروحي لنا في الصناعه، هو اللي دعمنا في الصناعه. بنشكر سياده الرئيس وبنشكر القائمين في محافظه سوهاج من المحافظ لاقل واحد في محافظه سوهاج. شكرا شكرا يا رئيس. بسم الله، اتشرفت النهارده بالفعل بزياره السيد الرئيس. طبعا ده حافز لينا جامد لدعم الصناعه ودعم المصنعين، لان الصناعه بنقول ان هي زي الزراعه بالظبط. الصناعه لابد منها عشان نقلل الواردات من الخارج ونقلل استهلاك العمله الصعبه ونحاول نصدر وندخل للبلد عمله صعبه. ان شاء الله ان شاء الله بدعم من سيادة الرئيس وبدعم من شركة ابدأ لتنمية الصناعات، ان شاء الله هنعمل اكتفاء ذاتي من الأحذية الخفيفة الكوتشي، وان شاء الله هنصدر في مبادرة الرئيس لتصدير 100 مليار دولار سنويا. ان شاء الله مفيش صعب مفيش مستحيل، وان شاء الله خير، وان شاء الله مصر هتكون احسن البلاد إن شاء الله.